عودي معكم للمتابعة. إذا تحية لك اللي انضموا لنا هلا، ما تنسوا تتابعوني عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح، حكوني قد ما فيكن عن الوفاء، وبرجع بقلكن انه من صفات الانسان الاساسيه هي الوفاء والصدق بعيدا عن الخدر والخيانه. خبركم خبريه كثير حلوه، برجع لما سمعها بقول له اياها. يعني ملك كونراد الثالث، عفوا احتل ملك كونراد الثالث القلعه الموجوده بمدينه وينسبرغ الالمانيه، وخلال مفاوضات، كانت مفاوضات طبعا الاستسلام، سمح للنساء فقط بمغادره القلعة وبقاء الرجال والأطفال وبقاء الرجال في داخل القلعة. قاموا النساء حملوا رجالهم على ظهورهم، بس شاف الملك هذا المنظر قال له أنا ما برجع بكلامي، بما أنه هني فكروا بهالطريقة هيدي الإيجابية وهالطريقة الوفية، خلوني يظهروا هني ورجالهم، وسمى القلعة قلعة الزوجات الوفيات. وإن شاء الله تكونوا أنتم من هالعالم ومن العالم يلي عندهم صفة الوفاء واللي بعيد شوي عنا يشتغل عليها قد ما فيه. صعب كتير مع دكتور غسان والجمعيات واستراتيجيات الإنمائية. دكتور غسان صباح الخير. صباح النور. لك شو عندك هيك كلمتين عن الوفاء؟ لا بس الحادثة اللي خبرتك انت بقول لك بخاف تكون صادقة تاريخية لن تتكرر بقى. ايه عن جد هلا ما في، هلا ما بيحملوا، بيحب يتصور هلا اذا في رجالهم بيحملوا التابلت بيخلصوا التابلت لانه في السوشيال ميديا هم بيتركوا رجالهم هلا. لا عم بمزح عم بمزح بس لاخلاق جو. دكتور طبعا تنحكي عن استراتيجيات اللي دائما بيشتغل عليها الجمعيات طبعا ليقدموا اكثر لقدام ولا يفيدوا بالنسبه للمواضيع اللي بنحكي عنها دائما ونفتحها لذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الاعاقه. شو الاستراتيجيات وشو اهميتها بالنسبه لهالجمعيات؟ شفاف اليوم نحن عم نحكي وقلنا اهم نقطه واهم تقدم فينا نحقق ونطلع فيه اليوم بقلب جمعياتنا وبقلب مجتمعاتنا على المستوى العالمي او على المستوى المحلي، هي انه ننتقل من فكره الانماء او شكل الانماء بشكله التقليدي العادي اللي كلنا بنعرفه على المستوى انه تامين ما هو ضروري لقيم حياه الانسان واستمراريتها بالحد الادنى، الى ان نوصل فيه الى خطه انمائيه مستدامه. يعني نحن اليوم عم نحكي عن تنميه مستدامه وان الانسان عم يتطور ويتطور، مش بس عم بيامن ما هو ضروري له، لكن عم بيروح الى ابعد انه يحقق مش حتى ما هو ضروري يتجاوزه الى ما هو الرفاهيه اللي له واللي بيستحقها بقلب مجتمعه. ولكن بهيدي النقله جوزيف نحن بحاجه لاستراتيجيات، وهيدي الاستراتيجيات هي خطط بتحط الدول بتحط الحكومات مشينها المجتمعات وهل الأشخاص أو الجمعيات تقدر حقيقة تحقق ما هو ضروري وأساسي لنمو الإنسان ولتطوره، خاصة أصحاب الحاجات الخاصة. أنا بتصور بكل المطارح أو خلينا نحكي اليوم بلبنان، خلينا نحكي بشكل كتير واقعي، نحن اليوم بعدنا ما هو ضروري غير متوفر، فماذا بالك أن نطلع لبعدين باستراتيجيات لبعدين. أنا بدي أقول أنه أوقات الكترة مثل القلة، يعني مع كترة هالجمعيات اللي موجودة ومع هالأعداد صح الكبيرة اللي موجودة صح بعدنا نصنف أنه يعني خطرين بدرجة خطرة؟ أكيد، لأنه جزر حلك ليه؟ لأنه مش العدد، مثل ما قلت مش العدد هو اللي بده يعمل، هو نوعية العمل هي فعالية العمل، قد ايه انت بتكون فعال بعملك، هذه الجمعيه فعاله بعملها، قد ايه بتكون على الارض، قد ايه بتكون عم تربي، عم تلبي مشاكل الناس، وعم تقدر تحقق هذا النمو بقلب المجتمع، بتكون فعلا جمعيه شابو باع عم فيك تعملها عملها وشغلها. هل في لازم يكون في تضامن بين الجمعيات؟ يعني هي استراتيجيات؟ انا هيدي وحده من النقاط اللي بدي اقولها، هناك عده نقاط تنحكي عن استراتيجيات، وحده من اهم النقاط جوزيف، اول وحده بدنا نحط خطط علميه عمليه حرك تقدر الفيز تستهدف كل المشاكل وتلبيها وتستهدف الحاجات وتلبيها. اثنين ما نحقق تضامن كبير بين الجمعيات، لانه للاسف نحن عندنا شرذمه كثير كبيره وعندنا عدم تضامن بين الجمعيات، كل جمعيه بتشتغل لحالها بدون ما يكون في تضامن، وهيدي مشكلتنا كثير من نعاني من الانديفيدياليزم هالفردانيه بعملنا، ما بنعرف نشتغل اون جروب، ما بنعرف نشتغل كعمل فريقي يكون مع بعض عم نشتغل كفريق. وثلاثه جوزيف نقدر بين الجمعيات والدوله او الحكومات او الشؤون او الوزارات المختصه واللي المولجه انه مسؤوليته تتحمل مسؤوليه المجتمع وتلبيه حاجه المجتمع تكون بعلاقه مع بعضها، مش علاقه لا وديه ولا مش وديه، علاقه عملانيه جزاف نقدر نحط من خلالها استراتيجيات عمل وتنظيم للجمعيات ومن اجل اذا بدك تحفيز
اكثر عمل فعاليه للجمعيه. يعني هون نحن يعني في لازم يكون في نقابات، لازم يكون في مسؤولين على الجمعيات، لازم يعني هون وزاره الشؤون تتدخل، ما بعرف مين لازم، يعني لازم يكون وضع هالاستراتيجيات. يمكن بعض الجمعيات هي بتفكر على العطاء الخاص او بتفكر بطريقه منفرده، ما بتفكر بطريقه جماعه. يعني هون ما بعرف كيف يحاسب او تحاسب الجمعيه اللي ما عندها استراتيجيه صحيحه. هلا وقت الواحد بده يحاسب الدوله ويحاسب المسؤولين عن هالموضوع لازم يبلش من حاله. مزبوط. بس جوزيف هو المشكله وين؟ انه ما عندك من يحاسب، انه ما عندك حدا عم بيعطي بالاساس بالمعنى الحقيقي. يعني اليوم ما بيكفي انا مول بعض الجمعيات وما عارف هالاموال وين عم بتروح. نعم. ما هذا اللي عم نقوله. بدنا بدنا نحط استراتيجيه عمل، بدنا نحط، بدنا ننظم الاعمال، بدنا نقول انه هيدا الاموال مرصوده لهذا العمل، وهذا ما عمل بده ينعمل، اذا انعمل انا بدي حاسب الاشخاص اذا عملوه او ما عملوه. ما في رقابه؟ لا رقابه. على المدخول لكل جمعيه؟ اكيد. يعني بدك بالحقيقه بدنا نحكي. نعم. هي شكليا مبلا، ضمنيا لا. يعني بمعنى نحن بنعرف بلبنان بنقدم اوراق، بس تعرف قد هالاوراق فيه وفي هالاوراق فيه المصداقيه. بس هذه خطر اللي عم تقوله، خطر يعني هون ما عم بيكون عندنا ثقه بالجمعيه اللي بدنا نقدم لها المساعده. اكيد اكيد جوزيف، انا مش هيك مع اليوم في رقابه مضروبه. يعني نحن للاسف اذا بدنا نحكي عن ثلاث ابعاد، كيف تعاضد دوله مع حالها ومع الجمعيات، كل العلاقه مضروبه، لانه نحن نفتقر الى الرقابه، نفتقر الى المحاسبه، ونفتقر الى حتى وضع استراتيجيه. طب ما الدوله اجت بدها تحاسب حدا، بدها تحاسب على اي اساس اذا مش حاطه معايير، اذا مش حاطه استراتيجيات؟ انا بدي احيي عن جد تحيه للوزير سليم الصايغ، بوقتها حط قوانين، حط شرعه، حط معايير ومعايير عالميه تبنيها. وعمل لها ادابتاسيون، عمل لها فوتها على الوزاره. بس انا بدي اسال، هل هالمعايير عم نحترمها كجمعيات؟ عم نحترمها كدوله؟ عم نحترمها كحكومه كمجتمع؟ عم نبني؟ انا شفت بعد من هيك. طب هون لكن هون الجمعيات يمكن اوقات نحن نحس بنقص، لانه كمان في قله ثقه من قبل الدوله كمان للجمعيات. يعني كمان ما في ثقه بالدوله، لانه كمان اذا بتعرف قد ايه كمان الحكومات المتعاقبه، قد ايه في اهمال، قد ايه في هدر، قد ايه في فساد. هولي من الثوابت الموجودين بكل عهد عم بيكونوا. ولكن اذا بين هالاثنين، بين هالشقين، انا بدي اقول مش يعني نحن لازم نقعد مكتوف في الايدي ابدا. نحن عنا عمل كمجتمع مدني، انا بتصور لو من ماشي فينا نعمل شيء. بتعرف هون انا بتصور هون ببلش الابداع. الابداع وقت ما انت ما يكون عندك شيء وبدك تبلش تعمل شيء. يعني من قلب المجتمع هذا، وين نحن بنطلع على التنميه المستدامه؟ بقلب مجتمعاتنا الصغيره. يعني خذ كل حي، كل ضيعه، كل هي بالمقدرات اللي عندها اياها، لو كل واحد منا اذا بحط ايده مطرح المطار. بتعرف من زمان بالضيعة، بتعرف كان شيء عندنا هيك كثير بنحكي عنه، في شيء اسمه العوني، بتتذكروا؟ بخبرونا عنه، مش عايين بس انه كنا صغار، عيين جدنا وجدي وجدك يمكن، كانوا اللي بده يبني مثلا شيء بالضيعه او بده يبني بيت او بده يبني الكل بمد ايده معه. برافو عليك. اذا نحن هون هيدا النموذج لازم نعممه ونقول انه اذا بدنا ننطر دولتنا ما رح نعمل شيء بحياتنا. مشان هيك الجمعيات مدعوه تتضامن وتتضافر مع تضافر جهودها مع بعضها البعض لتبلش تروح بمنح الابداع هي تعمل شيء بقلب المجتمع. بتعرف شغله، يعني انا بدي اتوجه هون من فخامه رئيس الجمهوريه يلي ابتدى باول مثل بيقولوا حجر له بالنسبه لهالموضوع، بلش بالعجزه واصر الاهتمام فيهم، ومن من اول المهمات اللي رح تكون الوزاره الجديده وحطها من الاولويات. ان شاء الله كمان يكون عم يسمعنا ويوصل الخبر انه كمان ذوي الاعاقه هني بحاجه لاستراتيجيات، هني بحاجه لمساعدات، هني بحاجه اكثر للاهتمام بكثير من الامور. وانا بتصور ما في اكثر من دكتور غسان معه خبر بكل هالامور، وهو زيح عن كل الجهات بالنسبه لهالموضوع. يعني بيقدر يعطيكم الامور بموضوعيه بدون ما يكون متحيز لحدا. يعني انا معلش شهادتي فيك مجروحه، ولكن هيدي الحقيقه اللي موجوده عندك دائما باللي بتحكيه، منك منحاز لمطرح، فيك تعطي الامور والنصايح اللي لازم تصير مثل ما لازم، ولو بلشنا مثل ما بيقولوا بخطوه صغيره او على اول الطريق 100%. بس يعني مشوار ال1000 بلش باول خطوه مثل ما قال جوزيف 100%. ولكن انا بدي اقول رجاء نحن مدعوين هذه الصرخه جوزيف تكون هالثلاث محاور. الدوله، الحكومه، الشعب، الجمعيات، عم نشغل مع بعضنا لبعض، لانه حرام العالم بقش فيها تنطر. يعني بتعرف جوزيف حتى اذا بدنا نبلش باصلاح بالمعنى التقليدي نحن رح نتخلف كثير والامور رح تسبقنا وبنكون عم نتراجع مش عم نتقدم، لانه هالقد النقص كبير وهالقد ما حدا حاسس فيه.
نعم. عن جد يعني عم نحكي لأنه فعلا ما بدي لك خلي دولتنا تطلع غير دول أو تشوف غير مشاريع أو تاخذ نماذج كبيرة، لا خلينا نعيش بقلب مجتمعنا من خبرتنا المتواضعة الموجودة بقلب مجتمعنا من خبراء على الأرض معنا بيقدروا يحطوا أصبع بيقدروا يعملوا تشخيص علمي ودقيق وحقيقي للمجتمعات لمشاكل المجتمع لمشاكل ضياعنا مؤسساتنا جمعياتنا، ساعتنا فينا نحط خطط عمل وتقدر تتحقق وتنفذ على الأرض ويكون إلى مردود فعال كتير للجمعيات وللمجتمع ككل. تعرف شغلة إن شاء الله صوتك يوصل مثل ما لازم يوصل على التعب اللي عم تتعبه وعلى دايما الصرخة اللي عم توديها مثل ما لازم توديها بمطرحها المناسب. دكتور غسان منشوفك ترين جين الله راد بصعب كتير. مرسي لك. نحن وياكم مكملين على الصباح، ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا وطبعا عبر الانستغرام الخاص فيه جوزيف اندرسكور حويك لتعرفوا كل شيء جديد وجاوبوني على السؤال وحكوني عن الوفاء قد ما فيكم. بعد شوي بنقرا بعض الكومنتس. بعد البريك راح بيكون معنا عبد الله داوود وشال اصطفين لنحكي عن مهرجان منطقه الحوش مع جمعيه الحوش الخيريه الاجتماعيه. خليكم معنا، بتروحوا المطرح مهرجان حلو كتير ولازم كلكم تشاركوا لانه انا راح لاقيكم فوق.